اسمي كامي، أشتغل في هيئة الساحة بدبي. اسمي محمد نواس خان. أنا اسمي خالد عبد الكريم عثمان أحمد آل بلوشي. اسمي المير سمايلوفيتش أو سماجلوفيك. تعلمت اللغة العربية في مرحلة في مدرسة ثانوية. تعلمت اللغة العربية من زملائي. علمت اللغة العربية من خلال عملي. وايد سهلت علي في شغل وخارج الشغل. أكيد سهلت علي كثير. أضافت لي اللغة العربية لفهم القرآن بشكل أفضل. أضافت لي اللغة العربية لفهم القرآن وأتكلم مع مرضى وأهليهم. عشان أحب دبي، أنا سعيدة جداً أتكلم باللغة العربية. أنا من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة، هواي لغة كلغة الأم لي. أنصح ناس بلادي ليتعلموا اللغة العربية. ربروتشي مسوما نارد داوتشي أربسكي يزك.